معكم في نشرة السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. وإلى العنب، الأهلي يطلب رسميا حضور 70,000 متفرج في نهائي دوري الأبطال. محمود طاهر كل الدعم للفريق من أجل تتويجه باللقب الأفريقي. وعبد الحفيظ يرفض الاستهانة بالوداد المغربي. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. طلب مسؤولو نادي الأهلي في خطاب رسمي من مسؤولي الأمن الموافقة على حضور 70,000 متفرج لمؤازرة الفريق في المباراة المقبلة أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. من جانبه قال شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي أنه أرسل خطابا رسميا إلى الأجهزة الأمنية مشيرا إلى أنه فور انتهاء مباراة النجم بدأت المفاوضات مع الأمن على زيادة عدد الجماهير عن مباراة النجم والتي شهدت تواجد 50,000 متفرج. وينتظر مسؤولو النادي القرار الأخير من قبل مسؤولي الأمن من أجل التحرك لسرعة الانتهاء من تجهيز تذاكر اللقاء وطرحها على الإنترنت لتمكين الجماهير من الحصول عليها بسهولة. طلب مسؤول نادي الأهلي رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم استضافة الوداد المغربي الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. وأكد شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي أنه أرسل فاكس رسمي إلى الكاف يطلب فيه اعتماد هذا الموعد. يأتي هذا بعد أن حسم نادي الأهلي وصوله إلى المباراة النهائية عقب الفوز على النجم الساحلي في نصف النهائي بنتيجة 7-4 في مجموع المباراتين. صرح محمود طاهر رئيس نادي الأهلي عقب لقاء النجم أمس الأول بأن مسألة سفر الفريق بطائرة خاصة إلى المغرب يحدد وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، مشيرا إلى أنه صاحب القرار، موضحا إلى أنه سيلقى كل الدعم من مجلس الإدارة في حالة طلبه رسميا. هذا ومن المقرر أن يحدد البدري خلال ساعات موعد سفر الفريق إلى المغرب لمواجهة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا في المباراة المقرر لها 5 نوفمبر المقبل على استاد مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء. وكان المهندس محمود طاهر قد أشاد بالفوز التاريخي للأهلي بالأمس والوصول إلى المباراة النهائية. وإليكم أبرز تصريحات رئيس النادي الأهلي نتابع. نعتذر لوجود خلل تقني. بالعودة للأخبار من جديد، وجه طاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق التهنئة لمجلس إدارة نادي الأهلي والجهاز الفني واللاعبين بعد الفوز بنصف دستة أهداف على النجم الساحلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والصعود إلى نهائي البطولة. وأضاف أبو زيد أن لاعبي الأهلي قادرون على تخطي فريق الوداد المغربي والتتويج باللقب الغائب عن النادي منذ عام 2013.
من جديد نعود لتصريحات المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي عقب مباراة النجم الساحلي. الحمد لله ربنا كرمنا كرم شديد جدا، اللعيبة أدوا اللي عليهم وزيادة، كل لعيبتنا النهاردة نجوم بيثبتوا إن الأهلي بمن حضر. إحنا عندنا إصابات وعندنا ناس ناقصة، إنما الحمد لله الحقيقة كل لعيبة النادي الأهلي هجوم رجالة وعملوا اللي عليهم ونجوم فوق العادة النهاردة في مباراة النهاردة. اولا طبعا انا يعني احب ابتدي برغم الفرحه اللي احنا فيها، انما بنعزي مصر كلها في الشهداء وبنهدلهم هذا الفوز لارواحهم اللي بيفدوا بيها مصر، واحنا بنلعب باسم مصر وكلنا مفروض واقفين ورا الوطن. ان شاء الله ربنا يرحمهم ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وببارك للعيبتي وبارك للشعب المصري على النتيجة الجميلة دي، وربنا برضو بيكافئ مصر في حزنها بفرحة ان هي تبقى تعوض الى حد ما. انما اللي انا عايز اقوله برضو انه احنا عندنا مباراة قادمة بعد اقل من اسبوع، لازم نبتدي نركز تاني. الفرحة ما تنسيناش، لسه ما خدناش البطولة، احنا النادي الاهلي بيلعب على البطولة دائما، وان شاء الله يكلل مجهود الناس دي، الجهاز الفني ولاعيبته والاداره في النادي كلها، ان هي تركز. عندنا مباراتين قادمتين ان شاء الله ربنا يكرمنا فيهم ونفرح الشعب المصري كله. طبعا انا دايما مع الفريق ودايما واقف في ظهر الفريق، ودايما الاداره كلها واقفه في ظهر الفريق، ما متاخرش عليهم في حاجه، كل طلباتهم متجاب وهم بيؤدوا على قد المسؤوليه. زي ما بقول كل مرة بتبقى هي نفس الرسالة، لعبتنا مش محتاجة تحفيز، لعبتنا عارفين مسؤوليتهم، عارفين التيشيرت اللي هم بيلعبوا بيها شكلها ايه، عارفين مدى المسؤولية اللي مصر كلها محملها لهم، وهم على قدر هذه المسؤولية، وده اللي بقوله لهم دايما، والجهاز الفني بيقوله لهم والجهاز الإداري بيقوله لهم. لعبتنا بتنزل قبل كل مباراة انها بتلعب بطولة، لانه النادي الاهلي كل مباراة بالنسبة له بطولة. جمهور النادي الاهلي هو الشريان الحيوي لفريق النادي الاهلي، وهو السبب الرئيسي في انتصارات وشعبيه النادي الاهلي، وهو اللي بيحفز اللعيبه، هو اللي بيحفز الجهاز، وهو اللي بيحفز الاداره على بذل اقصى ما يمكنها لاسعاد هذا الجمهور العظيم. اللي انا بقول وفي اخر اربع مناسبات، من اول التمرين من اللي قبل ماتش الترجي لحد ماتش الترجي هنا وماتش الترجي هناك وماتش النجم الساحلي هناك، حقيقة أنا شفت جمهور النادي الأهلي اللي بيسافر ورا الفريق في تونس، رغم قلة عدده إنما كان صوته مسموع وكان حافز رئيسي للفرقة إنها تطلع بنتيجة في ماتش الترجي رائعة، وبنتيجة في ماتش النجم الساحلي مقبولة زي ما قلت هناك، هي نتيجة مقبولة وزي ما أنت شايف هنا كان ليهم فعل السحر والجمهور ليه فعل السحر. وبتمنى من قلبي انه الجمهور يرجع بكامل طاقته، لانه النهارده الاستاد ده لو مليان يعني الحقيقه الواحد بيحس كانه بيلعب مع اللعيبه، اللعيبه بتحس باحاسيس ثانيه خالص وبتأدي اداء مختلف، بترفع الروح المعنويه. احنا النادي الاهلي ضرب المثال في انشاء اداره المباريات وشؤون الجماهير، والحقيقه احنا يعني انا بشكرهم على النجاح الباهر اللي هم عاملينه، وباذن الله القادم يبقى احسن. وناشد الامن، وانا اتكلمت مع الساده وزير الداخليه ومساعدينه، فان احنا ان شاء الله نسعى انه المباراه القادمه يبقى فيها عدد اكبر شويه، زي ما كان قبل ما يتوقف. عودة الجماهير ان شاء الله اصبحت حتمية، الامن متفهم جدا، كلنا واقفين ورا الامن في احتياطاته. اعتقد انه بالتنسيق بين الامن والنادي الاهلي، النادي الاهلي قادر على ارجاع جمهوره ليملأ الاستادات مرة ثانية. اعتقد ان حسام البدري يعني وزي ما قلت حسام البدري من افضل المديرين الفنيين على مستوى الشرق الاوسط، واثبت ذلك، مش موضوع ان انا بقول كده لرفع معنوياته. حسام البدري على مدار السنين اللي فاتت اثبت ان هو من اكفأ وانضج المديرين الفنيين، وبيزداد نضجا وان شاء الله يصل الى المستوى العالمي. حسام البدري انا بعتقد انه ليه دور كبير جدا،
لأنه بيلعب تحت ضغوط شديدة جدا داخلية وخارجية. ويعني الحقيقة هو 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 رجل المواقف. وحسام البدري النهاردة أدار المباراة زي ما شفنا الحقيقة بحاجة جميلة جدا، بيقرأ الملعب كويس، شايف الناس كلها، عارف إمكانيات لعيبته، بيوظف لعيبته صحيح مظبوط. اعتقد ان حسام البدري من الحاجات اللي بنفتخر بيها في النادي الاهلي. احنا بنبني فرقه بقالنا سنتين ثلاثه مع الحفاظ على البطولات، مش بس بنبني فرقه وبنضحي بالبطولات، لا احنا بنحافظ على البطولات وبنبني فريق قوي. والحمد لله النهارده عندنا فريقين، وزي ما انتم شايفين الاصابات ما بتؤثرش التاثير الخطير في الفرقه، بالعكس بتدي الفرقه ما فيش واحد يعني. انا وانا هتكلم على واحد زي محمد نجيب، محمد نجيب الحقيقه مثال للاعبي الاهلي وفانيله النادي الاهلي وروح النادي الاهلي. محمد نجيب جوه الملعب زي بره الملعب، حينما يطلب محمد نجيب بيبقى موجود على اعلى مستوى. اي لعيب في النادي الاهلي باحتياطيه، او انا ما بعتبرش ان احنا عندنا احتياطي لان كلهم لعيبه اساسيين، الظروف اللي بتحتم وكل مباراه ولها ظروفها بيحتموا انه يبقى لعيب مكان لعيب. احنا عندنا فرقتين جاهزين ان شاء الله، اللعيبه الاجانب اللي قدرنا نشتريهم في خلال السنتين اللي فاتوا، جونيور اجاي، وليد ازارو، علي معلول النهارده بحييه تحيه خاصه لانه علي معلول النهارده كان يقوم بدور قائد الفريق. كنت تشوف علي معلول وهو بيوقف فرقته ازاي في الضربات اللي علينا، كان بيطلع ازاي. علي معلول عامل هدفين النهارده، عامل هدف وعامل اسيست الهدف تاني. يعني الحقيقه مش عايز اقول بس انا بتكلم على الاجانب فقط، انما كان في 8 لعيبه ابطال جوه الملعب. الرساله الاخيره بوجهها للعيبه، بشكرهم شكر شديد جدا، مجهودهم الرائع وجهازهم الفني العظيم. اعتقد ان هم موصلين السنه دي بالتحديد هذا الموسم الى نتائج رائعه. بتمنى لهم التوفيق، توفيق ربنا حاجه مهمه جدا، بتمنى لهم التوفيق من عند ربنا بالاضافه لمجهودهم واخلاصهم في الملعب. ان شاء الله يكسبوا البطوله دي، وان شاء الله نحتفل كلنا بهذه البطوله مع جمهورنا جوه الملعب. عايز الباسه باذن الله في الرباط او في كازابلانكا حصل المباراه ان شاء الله هتبقى موجوده فين؟ ان شاء الله ان شاء الله بالتاكيد انا ورا الفريق ومساند للفريق بكل قوتي وبكل ما عندي اعطيه يعني. باشمهندس مبروك وبالتوفيق. وصف ابو زيد الهدف الاول للتونسي علي معلول بانه نقطه التحول للمباراه. يصادف اليوم عيد ميلاد كريم علي معلول الاول نجل اللاعب علي معلول. كل عام وانت بالف خير يا كريم. ننتقل الان الى ابرز تصريحات الكابتن طاهر ابو زيد نتابع. ببارك لجماهير النادي الاهلي واللاعبيه ولجهازه الفني والمجلس ادارته. هي النهارده انا برضو بعتبره يوم تاريخي. اكيد. النهارده النادي الاهلي في الحقيقه تغلب على كل ظروف الصعب. عايز اهني تحديدا حسام البدري في الحقيقه اللي تحمل ظروف صعبه جدا جدا في غيابات لم تحدث من قبل في المباريات الهامه. بالظبط. وقدر ان هو في الحقيقه يتحمل المسؤوليه وتحت ضغط ظروف صعبه جدا ان هو يعمل نتيجه تاريخيه ويبعت زي بيقولوا ايه كارت ارهاب مبكر. وانا بعتقد ان بالنتيجه دي ان شاء الله النادي الاهلي بيحط يعني القدم الاولى في كاس العالم للانديه ان شاء الله. يا رب يا كابتن. نتيجه النهارده دي في الحقيقه هي رساله بالتاكيد لاخواننا المغاربه ان النادي الاهلي ان شاء الله مصمم باذن الله على الاحتفاظ بالبطوله دي ان شاء الله. فكل التهنئه لجمهور النادي الاهلي، لنجومه، لجهازه الفني الرائع اللي في الوقت اللي بيبني فيه فريق في الحقيقه بيحقق فيها انتصارات. عايز احيي مجلس ادارته في الحقيقه اللي صبر على هذا الفريق واستطاع انه يقدم لجماهير النادي الاهلي فريق للمستقبل برغم كل الغيابات دي. اعتقد طبعا النجوم اللي معاك يا ميدو كلهم يقدروا اكيد يعبروا عن يعني ايه فريق بيلعب وهو ناقص هذا العدد من اللاعبين. اكيد يا كابتن. كل التهنئه ليكم، كل التهنئه لجماهيرنا، كل التهنئه عايز اقول لكل محب النادي الاهلي في الوطن العربي. يعني الحمد لله كابتن طاهر، يعني ما انش الاوان بقى ان انت تيجي تهني الناس في القناه يا كابتن طاهر. طبعا طبعا، لا طبعا بالعكس، ده شيء سعيد هيحصل ان شاء الله قريب جدا.
وعايز اقول النهارده النتيجه دي هي ان شاء الله يعني زي ما بيقولوا ايه هي القدم الاولى لفريقنا العظيم في كاس العالم للانديه ان شاء الله، وباذن الله بنفس الروح دي وبنفس التهنئه وبنفس النوايا الصادقه لجميع الاهلاويه المحبين وليس المشككين او الانتهازيين هيتحقق الفوز للنادي الاهلي ان شاء الله يا رب. وهنعوض ما تمر به مصر في الحقيقه من احداث حزينه يا رب. يكون النادي الاهلي باذن الله صاحب فرحه وان كانت رياضيه، انما اكيد مصر بتحتاجها في هذه الظروف الصعبه الحزينه، فليكن الاهلي دائما هو صاحب الابتسامه الله. على المصريين ان شاء الله. عبر حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الكبير والذي حققه فريقه على النجم الساحلي بسداسية مقابل هدفين والوصول إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. وقال البدري في تصريحاته عقب اللقاء أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة وبذلوا مجهود كبير، مشيرا إلى أن الأهلي وصل إلى المباراة النهائية عن جدارة واستحقاق. إليكم أبرز تصريحات حسام البدري عقب المباراة. مهم جدا النهارده، والاهم ان هو بيصل بينا الى النهائي، خطوه مهمه جدا. وانا بقول احنا النهارده كنا بنلعب فريق، طبعا فريق نجم، فريق مميز، ويمكن يعني المباراه اللي فاتت اعتقد يعني كان في سوء توفيق وكان في بعض الاخطاء. الحمد لله يمكن اللعيبه ورغبتها، برغم ان في صعوبات كثيره جدا في المباراه دي، غيابات عندنا وفي ناس بتلعب في مراكز مش مراكزها، لكن رغبه اللعيبه وفي نفس الوقت تحضيرنا للمباراه الحمد لله كان بشكل جيد، اخذنا بكل الاسباب، وكان عندي ثقه كبيره جدا في الفوز، لكن اكيد مش بالكم دوت او مش بالعدد ده، لكن كان عندي ثقه كبيره جدا في الله وفي اللعيبه ان احنا هنفوز النهارده. لكن بحمد ربنا طبعا، يمكن نتيجه اصرار اللعيبه وقبل ده كله طبعا وجود جماهير النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي طبعا كان ليها عامل كبير جدا النهارده، حضورها كان عامل ايجابي في صالحنا. وانا قلت ان في المؤتمر امبارح قلت حضور الجماهير هيبقى عامل ايجابي لصالحنا بشكل كبير جدا، لان هم فعلا الوقود بالنسبه لنا، وشفنا دورهم النهارده كان ايجابي، بالاضافه طبعا لرغبه اللعيبه وتحضيرنا للمباراه وتوفيق ربنا طبعا قبل الكلام ده كله. فبحمد ربنا وخطوه كبيره، وهنبتدي نفكر في النهائي بقى ان شاء الله. لازم برضو اشكر اللاعبين على رغبتهم وادائهم النهارده، وزي ما انا بقول ده طبعا كله بمجهودهم، احنا طبعا هي بتبقى منظومه وكلنا بنجتهد مع بعض، لكن رغبه اللعيبه طبعا والتزامهم النهارده. ويمكن زي ما قلت في المؤتمر يعني انا سعيد طبعا بالنتيجه، لكن برضو مش مبسوط للهدفين اللي جم، لان في بعض الاحيان الاهداف دي ممكن تبقى الموضوع مختلف شويه، فتبقى في صعوبه، لان بحب طبعا يبقى في التزام وفي تركيز طول فتره المباراه، وده اللي انا حذرت بين الشوطين، قلت لابد ما يبقاش في تراخي، هدف تاني هيقتل المباراه. لكن الحمد لله برضو بتوجيهاتنا واصرار اللعيبه شفنا هدف واكثر من هدف الحمد لله. فبحمد ربنا على الفوز ووصلنا النهائي، احنا بنبتدي نفكر في النهائي. تحيه كبيره لجماهير النادي الاهلي، واقول الحمد لله ان احنا اسعدنا النهارده المصريين بصفه عامه وجماهير النادي بصفه خاصه، لان احنا كنا طبعا ال 48 ساعه اللي فاتوا كنا عندنا حاله حزن، فالحمد لله النهارده الحمد لله. ازارك كابتن حسام وليد ازارو، انا اتكلمت اكثر من مره، وفي ناس كتير كانت مستعجله، وفي ناس كانت بتنقد، وفي ناس بتقول لي انت صابر عليه ليه، فمش عاوز اقول بقى ان يعني انتوا اصبروا علينا شويه وادونا فرصه ان احنا نشتغل، لان مش معنى ان انا ببقى مقتنع بحاجه وبنفذها وقت ما هتحصل هبتدي انتقد الاخرين، لا 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 لا، يعني حتى في بعض القنوات ناس يعني انتقدتنا كتير، لكن انا ما دام عندي ايمان بحاجه وعندي يعني تقدير لحاجه معينه بحمد ربنا ان رايي في الاخر بيطلع الصح. واكيد طبعا وانا سعيد بوليد وسعيد بكل الموجودين، وشفنا النهارده عماد، وفي نفس الوقت كل اللعيبه بشكرهم، لكن في بعض يعني رامي النهارده بيلعب في غير مكانه، غيابات كبيره جدا، فبشكر اللعيبه كلها وبحمد ربنا. أكد أحمد أيوب المدرب العام لنادي الأهلي أن هناك أسباب كثيرة ساهمت في فوز الأهلي على النجم الساحلي والتأهل لنهائي بطولة أفريقيا،
وأشار أيوب إلى أن أبرز تلك الأسباب هو التواجد الجماهيري الكبير والذي أثر سلبا على لاعبي الفريق التونسي وأخرجهم من تركيزهم، إضافة إلى هدف التونسي علي معلول المبكر في بداية المباراة والذي وضعنا في موقف المنتصر منذ البداية، وهو ما جعل أكثر راحة. وأضاف أن التركيز الشديد من اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق الحلم الأفريقي كان عاملا مهما لتحقيق الفوز الكبير. وأشاد أيوب بالمهاجم المغربي وليد أزارو والذي استطاع أن يتخطى الضغط الجماهيري بهاتريك في مباراة مهمة وأمام منافس قوي. كما أشاد أيوب بمحمد نجيب ووصفه بالجندي المجهول والذي يلبي النداء بقوة في أي وقت يحتاجه الفريق. شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي على أن فريق الوداد المغربي والذي يلاقي الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لا يستهان به، ويضم عناصر مميزة ويتمتع بروح عالية، وبالطبع سيكون منافس قوي على البطولة. وأضاف عبد الحفيظ إلى أن الجماهير والتي حضرت مباراة النجم الساحلي كان لها دورا كبيرا في تحقيق الفوز، متمنيا أن يقدم الفريق عرضا مميزا مماثلا في لقاء الذهاب أمام الوداد والذي يقام في برج العرب الأحد المقبل. قال عماد متعب مهاجم النادي الأهلي أنه سعيد بتألق زميله المغربي وليد أزارو وتسجيله للهاتريك أمام النجم الساحلي، خاصة وأنه عانى من سوء حظ كبير، وأوضح إلى أنه كان يسانده في الفترة الماضية، وهو ما وضح في احتفال أزارو مع متعب بالهدف الأول له في اللقاء. وأرجع متعب السبب وراء الفوز العريض إلى هدف التونسي علي معلول الظهير الأيسر والذي سجل حضور الأهلي الأول في المباراة مع الدقيقة الثانية وفتح المجال لإحراز المزيد من الأهداف. وأشار متعب إلى أن طلبه الحصول على فرصة مشاركة في المباريات هو أمر طبيعي بالنسبة لأي لاعب. وأشار مهاجم الأهلي المخضرم أن التواجد الجماهيري في استاد برج العرب ساهم في تحقيق الفوز الكبير على النجم الساحلي. أبدأ المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب نادي الأهلي رضاه عن مستواه والذي قدمه مع فريقه أمام النجم الساحلي وتسجيله هاتريك في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بنصف دستة أهداف مقابل هدفين. وأشار أزارو إلى أنه حريص على توجيه الشكر للجهاز الفني ولاعبي الفريق على مساندته في الفترة الماضية والتي لم يسجل فيها إلا هدفين، الأول في الفيصلي الأردني بالبطولة العربية والثاني في الترجي التونسي في ربع نهائي دوري الأبطال. وعن الفوز الكبير قال: نجحنا في استغلال الفرص والتي أتيحت لنا في المباراة، ما ساهم في خروج المباراة بهذا الشكل وبهذه النتيجة. قال التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام النجم الساحلي بعد الفوز بنتيجة 6-2 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا أنه يسعى للفوز باللقب القاري. وأضاف معلول أنه سعيد بالفوز على فريق كبير وعنيد بقيمة النجم الساحلي، موضحا أن الفريق المصري ذاكر واجتهد منذ الخسارة في لقاء الذهاب لتعويض الهزيمة ومصالحة الجماهير.
إليكم أبرز تصريحات علي معلول عقب الفوز الكبير بالأمس، نتابع. ألف مبروك إن شاء الله لجمهور النادي الأهلي الكل والفريق الكل، الناس الكل اليوم كنا حاضرين كما يلزم للمقابلة، كنا نعرف أن المقابلة مش تكون ماهيش سهلة مع فريق كبير كما النجم الساحلي، لكن احنا العزيمة متاعنا والإصرار والروح اللي كانت موجودة في الملعبية خلتنا اليوم نعملوا مقابلة بها. الحمد لله عملنا خطوة طول النهائي، ما علينا كان نكمل نخدم ونركز إن شاء الله. محظوظ على الأندية التونسية، قول لي وأنت لما كنت بتلعب في الصفاقسي وأكيد كان ديربي سواء مع الترجي أو النجم الساحلي، الهدفين سواء في الترجي أو في النجم الساحلي بيمثلوا لك إيه؟ الحمد لله الحمد لله هدفين واثنين اسيست برضه في الماتش. الحمد لله الواحد يخدم على روحه، عنده جمعية يدافع عليها النادي الأهلي، إن شاء الله ما زالت النهائي تو نحاولوا نتوجوا باللقب إن شاء الله. تألق وليد أزارو النهارده، يمكن كلكم كلاعيبة النادي الأهلي كنتوا بتساعدوه في الملعب، قدروا إنه يحرز هاتريك، عايز آخد تعليقك النهارده. وليد من المهاجمين الممتازين اللي في النادي الأهلي، يخدم في خدمة كبيرة برشا. الحمد لله اليوم جاء التوفيق، وإن شاء الله الناس تعرف اللي وليد أزارو مهاجم باهي وعنده الإمكانيات الكل باش يبقى أحسن مهاجم إن شاء الله. مباراة الوداد مازال نفرحوا توا، عندنا يوم على نفرحوا فيه ان شاء الله، وان شاء الله نحضروا المقابله نتاعنا كما يلزم ان شاء الله. اعتذر احمد فتحي لاعب وسط الاهلي عن حضور حفل جوائز الفيفا الافضل السنوي والذي سيقام في لندن، وجاء اعتذار فتحي عن السفر تقديرا لاهميه المرحله داخل نادي الاهلي والتي تحتاج الى تركيز شديد بعد تاهله لنهائي دوري الابطال الافريقي بالفوز الكاسح على النجم الساحلي 6-2 والتي جرت مساء أمس باستاد الجيش المصري ببرج العرب. أعرب رضا شرف الدين رئيس نادي النجم الساحلي عن حسرته الكبيرة بعد الهزيمة الكبيرة والتي تلقاها فريقه أمام الأهلي بنتيجة 6-2 على ملعب برج العرب بالإسكندرية في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وحول القرارات التي ستتخذها إدارة النجم الساحلي بعد الهزيمة، قال سنعيد تقييم الأمور بعد هذه الخيبة الكبيرة، ولا أحد سيكون بعيدا عن المحاسبة مهما كانت مكانته. وواصل: لقد أنفقنا الكثير من الأموال من أجل الفوز باللقب الأفريقي، لكن للأسف غادرنا البطولة بشكل مهين، لذلك سنعيد حساباتنا والأكيد أننا سنتخذ قرارات صارمة. وأردف قائلا: كنت ولا أزال مقتنعا بأن التأهل إلى النهائي كان في متناولنا، وكان بالإمكان أن نخرج بنتيجة إيجابية من اللقاء، ولذلك لابد من البحث عن الأسباب والتي قادتنا للهزيمة الكبيرة. عبر زبير بيا لاعب نجم الساحلي السابق عن استيائه من الهزيمة المذلة والتي تلقاها فريقه أمام الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال زبير في تصريحات عقب المباراة: لم أفهم ماذا حدث، هناك عديد من الأخطاء على جميع المستويات، سواء التشكيل الذي بدأ به الفريق أو حتى النواحي التكتيكية. وأضاف لاعب النجم السابق: إنها هزيمة مذلة لا يمكن قبولها، خاصة أنها لوثت تاريخ النادي، وعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية. وواصل: كنا ننتظر أن يقدم النجم الساحلي مباراة في مستوى سمعته ومستوى تاريخه الكبير، لكن للأسف أصبت بالذهول وأنا أشاهد المباراة. واختتم اللاعبون: كانوا بعيدين عن مستواهم الحقيقي، كما أن الفريق انهار بعد قبول الهدف الثاني بشكل غير مبرر ولا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال.
هاجمت الصحافة التونسية فريق النجم الساحلي بعد خسارته من الأهلي بسداسية مقابل هدفين في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. ووصفت أغلب الصحف التونسية ومنها صحيفة الشروق خروج الفريق من المنافسة بهذه النتيجة بالفضيحة، وأشارت الصحيفة إن لاعبي النجم ودون استثناء تسببوا لفريقهم في فضيحة تاريخية بكل ما تحمله العبارة من معنى، داعية إلى محاسبة كل من تسبب في هذه المهزلة والتي شوهت سمعة الفريق. وكتبت صحيفة الصباح الأحد الأسود، كما وصفت صحيفة الصريح سقوط فريقي النجم بدوري الأبطال والأفريقي في الكونفدرالية بالفاجعة. وكتبت تعليقا على خروج النجم ذكرت فيه هزيمة كارثية وسقوط بسداسية، وأضافت بشأن هزيمة الأفريقي اكتملت الخيبة. كشف محمد طلال المتحدث الرسمي باسم الوداد المغربي بأن بعثة فريقه ستصل إلى القاهرة الخميس المقبل تمهيدا لمواجهة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. وأوضح طلال أن الوداد لا يعاني من إيقافات أو غيابات قبل مواجهة الأهلي باستثناء اللاعب أمين العطوشي والذي تلقى بطاقة حمراء في لقاء فريقه أمام اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نصف نهائي البطولة. يواجه نادي الوداد المغربي أزمة بين اللاعبين وإدارة النادي متمثلة في احتجاج اللاعبين على عدم حصولهم على مكافأة التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة لعدم صرف مكافأة التأهل إلى نصف النهائي والتي فاز خلالها على سان داونز الجنوب أفريقي. ووفقا لصحيفة الصباح المغربية أشارت أن تصرف إدارة الوداد أثار استياء اللاعبين معتبرين أن تلك الأمور شخصية وأن هذا التصرف من شأنه توتر العلاقة بين اللاعبين والإدارة. متابعة أخبار منتخبنا الوطني، حيث أعلن الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني أسماء 16 لاعب محترف للانضمام إلى معسكر المقبل استعدادا للمباراة الودية أمام الإمارات يوم 9 نوفمبر المقبل في إطار الاستعداد لملاقاة المنتخب الغاني في الجولة الأخيرة لتصفيات كأس العالم في روسيا 2018. وجاءت القائمة على النحو التالي: عصام الحضري، أحمد المحمدي، محمد عبد الشافي، أحمد حجازي، ومحمد النني، محمد صلاح، كما تم اختيار أحمد حسن كوكا وعمر جابر ومحمود عبد المنعم كهربا وعمر جمال ومحمود حسن تريزيجي وعمر وردة وكريم حافظ ورمضان صبحي وسام مرسي وعمر مرعي. تسبب تأخر حضور المنتخب السوري لكرة القدم في تأجيل ودية المنتخب الوطني للشباب مع نظيره السوري إلى السبت المقبل. وقرر اتحاد الكرة إقامة المباراة على ملعب الهدف في مدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد تأخر حضور المنتخب السوري إلى القاهرة لمدة 48 ساعة.
كما من المقرر أن يخوض المنتخب السوري مباراة ودية أخرى يوم الاثنين المقبل أمام منتخب الإسكندرية في إطار برنامجه في القاهرة. لجنة المنظمة لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 39 لكرة اليد والمقامة في مدينة الحمامات التونسية خلال الفترة من 20 حتى 29 أكتوبر الجاري تغيير جدول مباريات اليوم لتقام غدا الثلاثاء. جاء قرار اللجنة المنظمة بترحيل مباريات اليوم إلى غدا الثلاثاء، ومن المنتظر أن يواجه الأهلي فريق فاينز الكاميروني في الخامسة مساء الغد. وكان الأهلي قد تغلب على هرتاج الكونغولي بنتيجة 33-12 في أولى مبارياته بعد انسحاب أهلي طرابلس الليبي في الجولة الأولى. التقي المنتخب الوطني الأول لكرة الطائرة رجال بقيادة المدير الفني البرازيلي ماركوس ميراندا اليوم الاثنين نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة حاليا بالقاهرة وتستمر حتى يوم 30 أكتوبر الجاري. ومن المقرر أن تقام المباراة في الساعة 7 مساء على مجمع الصلاة المغطى بسد القاهرة. وفاز المنتخب أمس الأحد على منتخب النيجر بثلاثة أشواط نظيفة ضمن لقاءات الجولة الأولى من البطولة القارية. متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من بوابة الأهرام. البدري مشاركة ربيعة في الوسط كانت مفتاح الفوز، ولم أتوقع النتيجة الكبيرة. ومن المساء الأهلي دك حصون النجم بسداسية. من الوفد الأهلي راح من التدريبات بعد التأهل الأفريقي. ومن المصري اليوم الأهلي يطلب زيادة عدد الجماهير ل 80,000 في ذهاب نهائي أفريقيا.
من الوطن أزار يفك نحسه بهاتريك، ومعلول وأجايي وسليمان ومؤمن عفاريت اللقاء. ومن الشروق الأهلي يفرض حظرا إعلاميا قبل نهائي أفريقيا. من البوابة نيوز، الأهلي يكشف طريقة تقسيم مدرجات استاد برج العرب في نهائي أفريقيا. ومن فيتو شمس، البدري مدرب عبقري والهدف المبكر سر الفوز الكبير. من يلا كورة متعب، الجميع يجب أن يتكاتف من أجل تأهل الأهلي للمونديال. ومن الفريق الأهلي الكاف، لن يرفض طلبنا بخوض ذهاب نهائي أفريقيا يوم الأحد. وفي الجول، مدرب الأهلي الفوز ضد الوداد بألف خطوة، إن لم نحقق اللقب فلا معنى لما أنجزناه. ومن دوت مصر، أحمد فتحي يعتذر عن حضور حفل جوائز فيفا بسبب نهائي دوري الأبطال. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.